لقد مكنتنا سيدي الرئيس من الاجتماع اليوم حول مائدة واحدة لكي نتناقش فيما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة، وأؤكد أنه يجب أن نكفل لهم حقهم في المساعدات الإنسانية، الماء والوقود والغذاء والدواء. وأعتقد أننا سوف من الضروري بالطبع أن نتعاون مع السلطات المصرية لكي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه المساعدات. وأود أن أؤكد أيضا على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود، جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. هذه هي مسؤوليتنا، أن نعمل بجهود متضافرة لكي نتجنب انتشار هذا الصراع، أن نحتويه وأن نجد حلول مشتركة. وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع. والنقطة الثالثة التي أود أن أطرحها عليكم أيها السيدة والسادة هو ضرورة بذل كافة الجهود من أجل أن يكون هناك حل مستدام، حل للدولتين، وهي بالطبع المبادرة التي تمثلها معظم الدول هنا. هذه المبادرة التي جمعت دول عدة، كل الدول هنا يجب أن تدعم أيضا السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.